إني طلال رعد سليمان ياسين من أبناء محافظة نينوى، لقبي العباسي. احنا من خلال الحديث اللي دار بيننا وبينك بانه كان هنالك عمليات ذبح لرجال الشرطة والحرس الوطني، فتقدر تحدثنا عن هذا الامر؟ نعم. وما هو المجال الشرعي لاصدار مثل هذه الفتاوى؟ نعم، حقيقة انا لا اتحدث في المجالات الشرعية، ولكن بعدما شكلت جمعية اهل الحديث في الموصل بعد سقوط النظام شكلت هذه الجمعية، وكان مقرر الجمعية المدعو نظام الدين حداد كان من طلاب العلم الذين نعم من الموصل، يتحدثون بالكتاب والسنة والأدلة الشرعية. بعدما شكلت هذه الجمعية أصدرت فتوى بعدم قتل الشرطة والحرس الوطني، ثم بعد ذلك ذهب الرجل إلى العمرة، والله على ما أقول شهيد. بعد عودته من العمرة سئل الرجل من أحد طلابه حول قتل الشرطة فأجاز بذلك. إلى أي جهة كان يعمل نظام الدين ومن كان تمويل مالته؟ حقيقة الجمعية تدعو إلى منهج السلف. السلفية. نعم. السلفية المعتدلة، للسلفية التكفيرية. فكان يذهب يعني حينما ذهب إلى السعودية أو إلى العمرة التقى بعلماء أو هيئة كبار علماء السعودية. على ما اعتقد يعني حسب ما نقل انه التقى بمفتي السعودية صالح عبد العزيز آل الشيخ، التقى بالشيخ صالح الفوزان. كانت الفتوى صادرة من السعودية. نعم، حينما رجع تكلم بهذا الكلام. شنو تقريبا الفتاوي اللي صدرت بعد عودته من العمر؟ هي الفتوى انه يعني ضرب الامريكان ومن والى الامريكان، حتى حينما سئل عن مراكز الشرطة او الشرطة فقال يقتل. لما السعودية يصير عندها الحادث تسميه الحادث الارهابي، وهذا الحادث الارهابي لما كان يكون بالعراق تسميه الحادث الجهادي، ما خطرت ببالك هيك فكرة يعني؟ ولا حقيقة انا لا اؤمن بما يقولون يعني في مسألة الجهاد في العراق، ولكن سبحان الله الشيطان زين لنا، لأنه أنا منهجي منهج الاعتدال لا منهج التكفير، ولكن أخطأنا بهذا. الجد تقريبا المبالغ اللي حصلت عليها من خلال هذه العملية؟ $1,500 بالشهر. نعم. كأمير؟ نعم. المعلومات اللي عندنا تقول الأمير ما يصير أمير إذا مو يذبح 10 وفوق، يذبح 10. نعم. فالعشرة اللي ذبحتهم منهم حتى شرط يعني. أنا حقيقة يعني ما ذبحت 10، ولكن هاي المجموعة الذي قتلت. نعم. يعني قدرت بتقريبا أكثر من 12 أو 13 واحد، فعلى هذا يعني شكلت المجموعة. إذا كنت تبغي بأنه أن تصل إلى مرتبة الأمير، وأي إنسان كان يذبح مو مشكلة، أي إنسان كان يقتل مو مشكلة. نعم. أن تحصل على $1,500. نعم. يا ترى هؤلاء الناس كانوا يستحقون القتل في نظرك؟ لا حقيقة، ولكن قلت لك يعني ضلال الشيطان وتزيينه هو الذي أخرجني عن جادة الصواب. طبعا أنا بسألك حتى الإخوان المشاهدين يعرفون أنت منه. نعم. أنت خريج أي جامعة؟ أنا ما خريج جامعة، أنا خريج الابتدائية. نعم. عملت إماما وخطيبا في جامع الشرخون بعد أن دخلت مجلس علماء في العراق سنة 87، وحصلت على نتيجة ناجح، ثم بعد ذلك استمريت بالخطابة إلى 89، نقلت من هذا الجامع إلى جامع أبو زعيان، بعد ذلك إلى جامع الأبرار،
واستغني عن خدماتي بكتاب من قبل ديوان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في العراق. ليش؟ شنو السبب كان؟ على اعتبار أنه أنا يعني أنهج منهج السلفية. السلفية؟ نعم. لا، عندي غير معلومات نرجع لها بعدين. نعم. من الفتاوى اللي ذكرتوها قلت القضاء على الفوضى والانفلات الأمني الناتج عن الاحتلال. نعم. صح؟ نعم صحيح. صح. إذا أنت أصدرت فتوى بقتل الشرطة والحرس الوطني، شلون نسيطر على الانفلات الأمني؟ الأمريكان هم أساساً أنتم ضربوهم، اعتبروهم جهة كافرة، والحرس الوطني والشرطة أنتم أصدرت فتاوي بقتلهم وجهة كافرة. بنظرك من اللي يسيطر على الانفلات الأمني؟ عصابات من المهدي وجماعته؟ لا طبعاً، لا شك. لا شك أنه ما كان أكو من يسيطر إلا الجهات المختصة كالشرطة والحرس الوطني. زين، لعليش تصدرون الأمر وقتلهم؟ يعني عقلك وين كان؟ قلت لك أنا الضلال الذي يعني الشيطان زين لي بهذه المسألة، إقامة حد الحرارة وهو القتل على قطاع الطرق والسراق والقتل. صح هذا الفتوى سمعتكم صدرت؟ نعم صدرها النظام. صدرها. زين، إذا هذا العمل قطاع طرق وسرقة والقتل حرام، فشلون تصطفون الناس وتساوموهم بأموال بحجة الجهاد؟ هذا مو سرقة؟ نعم. يعني هذا ما ينافي هذا؟ اي نعم لا شك. زين، اعترفوا الاخوان اللي هم اخوانك مو اخواني؟ نعم. يعني انا متبري من هاي المجموعة. نعم. انه انتو مارستوا اعمال قوم لوط بالمسجد ومارسوها معك، شنو رأيك بهذا الحديث؟ وهو هذا السبب اللي انت فصلت من إدارة المسجد وفصلت من الخطابة، وعدنا وثائق تؤكد هذا، شنو رأيك بهذا الموضوع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، تبنا إلى الله. تبت إلى الله؟ نعم. هم زينك الشيطان هذا العمل؟